أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشرع للمسلم رفع اليدين للدعاء؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يشرع للمسلم رفع اليدين للدعاء بعد فراغ المؤذن من الأذان؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرع لأمته الدعاء المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة، ولم يذكر عنه أو يروى عنه أنه كان يرفع يديه. نعم.